بحضراتكم من جديد. كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل انه خلاص تم غلق باب الميركاتو امبارح، وكان طبعا ميركاتو ممكن يكون ضعيف شويه بسبب فيروس كورونا، اكيد اثرت ماليا على جميع الانديه في العالم، ولكن برضو كان في تحرك من الانديه وابرزها الانديه الانجليزيه وابرزها نادي ارسنال الانجليزي، اللي طبعا يعني باوردر من المدير الفني الجديد ارتيتا ان هو عايز طبعا صفقات جديده. يمكن كنا شفنا صفقه توماس بارتي اللي الناس كلها بتتوقع ان هي تفرق جدا مع ارسنال الفتره اللي جايه، وارسنال كان مصمم على توماس بارتي وخده من دييغو سيميوني من اتلتيكو مدريد، طبعا دفع قيمة الشرط الجزائي 45 مليون جنيه استرليني. معنا كلام كتير قوي طبعا عن الصفقات واهم الصفقات اللي حصلت قبل ما يتقفل باب الميركاتو. معنا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، مساء الخير عليك يا كريم، منورني في برنامج السادسه. مساء يا ساره، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي. في البدايه خليني يا كريم ابدا معاك من الكوره العالميه، ايه تقييمك لانتقالات الفرق الاوروبيه طبعا مع اسدال الستار امبارح وغلق باب الميركاتو؟ طبعا يعني اكيد في الديدلاين اليوم الاخير لفتره الانتقالات الصيفيه اكيد بيبقى فيه حراك كبير قوي وسريع من الانديه عشان يلحقوا ينقلوا اللعيبه على السيستم بتاع فيفا قبل ما يتم الغلاق. ده امر بيتم بشكل اوتوماتيك مش بشكل مانوال بشكل يدوي، وبالتالي كان في حراك كبير امبارح في سوق الانتقالات، وشفنا كذا صفقه انتهوا بيه نهايه اليوم، ابرزه طبعا الحضرتك اتفضلتي وقلتيها في المقدمه، هو انتقال توماس بارتي لاعب خط الوسط الغاني من اتلتيكو مدريد لارسنال، صفقه مهمه جدا خصوصا واضح جدا ان ارسنال محتاج تدعيم في خط الوسط. طبعا مع تطور الاداء اللي احنا شفناه مع مايكل ارتيتا منذ قدومه للفريق، طبعا تتويج الفريق طبعا بالدرع الخياليه على حساب ليفربول، ولكن الفريق اكيد كان محتاج تدعيمات وكان ابرزها خط الوسط، وبالفعل نجحوا قبل غلق خط الانتقالات ب يعني ساعات قليله ان هم يحسموا صفقه توماس بارتي. وجهه نظر الشخصيه صفقه مهمه جدا جدا لارسنال وهتفرق معاهم في بقيه الموسم. طيب شايف مين اكتر مستفيد من فرق اوروبا وحقق يعني يمكن اكبر استفاده من الانتقالات دي، ومين اللي ما عملش صفقات قويه؟ يعني في وجهه نظري اشوف بايرن ميونخ واحد من الانديه طبعا اللي قدرت ان هي تجيب صفقات كثيره، خصوصا طبعا على مستوى الاجنحه، يعني بعد ما هم طبعا كانوا مامنين ساني من مان سيتي، امنوا امبارح دوغلاس كوستا من يوفنتوس، واحد طبعا من ابرز الاجنحه في اوروبا، وبرده جابوا بديل لفاندوفسكي في مركز تسعه، جابوا تشوكو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان السابق، ده برده واحد من الصفقات. واضح جدا ان بايرن ميونخ بعد الهزيمه المفاجئه من هوفنهايم رباعيه الاداره ما استكنتش او ما ارتكنتش لحته ان الفريق توج بدوري الابطال وبالثلاثيه طبعا بعد ما كسب الكاس على حساب دورتموند، وطبعا اكيد الهزيمه الكبيره اللي الحقوا بيها برشلونه 8-2 في الموسم اللي فات، كل ده اعتبروه من الماضي وبصوا على الوضع الحالي. الرباعيه من هوفنهايم كانت قويه جدا وكانت قاسيه على الفريق، وبالتالي الاداره استمرت في تدعيم الفريق رغم طبعا ان الفريق الموسم اللي فات حقق ثلاثيه، لكن واضح جدا جدا ان اداره بايرن ميونخ بيتارجت دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي السنه.